الحرب الأهلية هل تتجدد؟ ارتفع منسوب القلق، فالخلاصات التي ظهرت بعد تفكيك خلية داعش أظهرت أن الوضع أخطر مما يبدو. أما المجموعة الكبيرة التي جرى القضاء عليها والمؤلفة من 32 إرهابياً لا يصح وصفها بالخلية النائمة. فتنظيم داعش الذي باشر تجديد عملياته منذ فترة في العراق وسوريا مهتم بالتحرك في لبنان، وفي لائحة الأهداف كان هنالك العديد من التحضيرات لتنفيذ يوم إرهابي حافل يتضمن 19 هجوماً انتحارياً متزامناً في لبنان. ولا شك المشكلة الفعلية التي تلعب لصالح الخلايا الإرهابية هو الصراع السياسي والذي يبلغ ذروته مع الفراغ الحكومي. وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن حرب أهلية، مرة حذر منها الرئيس الفرنسي ومرة ثانية الرئيس سعد الحريري، كما أن التفلت الأمني الناتج من تصاعد الصراع السياسي والفقر جعل كل مجموعة تشعر بالحاجة للحماية الذاتية، فجرى تسجيل حالات تدريب ولكن بشكل محدود جدا في مختلف المناطق، إضافة إلى ارتفاع محدود في شراء السلاح الفردي. في المقابل فإن الجيش اللبناني قادر وبسهولة على الإمساك وضبط الساحة اللبنانية حتى الآن، لكن المشكلة في القرار السياسي، فقيادة الجيش تعمل وفق استراتيجية شراء الوقت وصيانة السلم الأهلي بانتظار تحقيق تسوية سياسية تؤمن الغطاء للبنان.